الكاتورز يخرج عن صمته ويوجه رسالة لجمهوره. إليكم التفاصيل. وجه الفنان المغربي أنس البسبوسي الشهير بالكاتورز رسالة شوق لجمهوره ومحبيه عقب النجاح الذي لاقته شخصيته في مسلسل بين القصور الذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم. وقال أنس البسبوسي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام: بغيت نشكر الجماهير المغربية على التفاعل مع مسلسل بين القصور، خصوصا مع شخصية الكاتورز اللي بذلت فيها مجهود كبير ذهني وبدني، الحمد لله نالت الإعجاب والتقدير ديالكم. وأكد الفنان أن نجاح سلسلة بين القصور راجع لمخرجها هشام الجباري وكذا سيناريست بشرى مالك وكذا شركة الإنتاج. كما عبر أنس البسبوسي عن فخره بالاشتغال رفقة تلة من الفنانين المغاربة قائلا: كل الشرف كذلك أن أعمل مع نخبة من الممثلين المغاربة الكبار.